ان يدرس التلامذه، فانا عاجبني قوي التكنيك بتاعه. يعني بعد كده لما طورت نفسي طبعا الاسلوب بتاعي اتغيرت، بقت غيره، اسلوب غير اسلوب عبد الرازق. بس البدايه انا يعني انبهرت بالكلمه الاصلي، ازاي هو عنده بالنفس يدرس ويشرح، ويشرح تكنيكيا حاجات النحت. بعد كده لما بدات ازور المتاحف والمعارض، بدات ادرس نفسي بنفسي، ازاي اطور نفسي بنفسي، وازاي انا قلت اشتريت كتب وكتب كتيره عن التكنولوجيا، فاطور نفسي من نفسي. يعني الموضوع ساعات بيجي زي لمسه بصر كده، ممكن الموضوع يجي مره واحد كده، مثلا بفرج في التلفزيون لقيت في موضوع كويس بيشدني، على طول اعمل سكتش صغير وببتدي بعد كده نعمل التمثال الصغير بتاعه، ممكن اكبره متر او نص متر، حاجات زي كده. يعني ممكن يكون انا ماشي في الشارع لقيت في واحد غلبان قاعد في الشارع، لفت نظري على طول، بدأت اعمل. يعني الاسلوب بتاعي تقريبا بناخد بالحياه اليوميه، يعني ازاي شفت بنت حلوه اخدت ملامح وشها، وبعدين شفت بنت تانيه بدات الخبط الاتنين مع بعض بوجهه نظري، ازاي اجمع الحلو من الاحلى. جميل. في فتره، عشان بس يوضح السؤال اللي قبل كده، في فتره حضرتك اشتغلت فيها معلم ومدرس تربيه فنيه. ايوه. مدرس تربيه فنيه تلامذتك مين؟ عام يعني مدرسه بوغوسيان المنيه، ما كانش بيدرس النحت قوي، يعني كانوا بيدرسوا الرسم اكتر. النحت كنت بجيب صلصال اللي هو التعبير الفني والديكور والحاجات كده. عموما انا المس من كلامك، معلش في المقاطعه، انه هناك في المناهج في قصور. لا، ما نقدرش نقول قصور، ده الوقت ده زي فسحه. ياخد التمثال الصلصال يرمي في الكور يلعب معاه. ياخدها كلعبه يعني. ياخدها كلعبه شويه. ف يعني ما كانوش بياخدوا التلامذه جد قوي. في واحده او واحد كان بياخد الرسم جامد، يعني هم كانوا بيعرفوا يرسموا كويس. عملك وفنك لفت نظر كتاب معروفين في مصر وكتبوا عنك، منهم الاستاذ صلاح بيطار والاستاذ عز الدين نبيل والدوستاشي وابراهيم عبد الملك الله يرحمه. قول لي بقى في ارمينيا مين كتب عنك وليه اصبح سيركيس توسنيان اسم معروف في الوسط التشكيلي العربي والعالمي؟ هو في ارمن عايشين هنا زي بالظبط، جنسيه مصري بس اصول ارمنيه، هم كتبوا عني، مثلا رانت شيشيان ومدام انجيت دانيميان، هم كتبوا عني كتير بصراحه. وفي ارمن اللي عايشين في ارمينيا كتبوا عني، اسمه هاجوب زوليديان، هو كتب عني لما عملت التمثال في الحرية، حديقة الحرية وتمثال المطر، فهو اللي كلمني عني في أرمينيا، وكتب في الجرايد اسمه، في الجريدة الأرمينية اللي بيصدر في أرمينيا مش هنا في مصر. الأرمن اللي عايشين هنا في مصر في جريدة أريف
بيتكتب عني، وفي يعني اسبوعيا بيطلع مجله اسبوعيا اسمه أريك، وهو كتب فيلم مني هران خشيشيان. وبعدين في مجله ارمنيه كتب فيها اسمه معلش مجله ارمنيه اقطع الحته دي معلش. لا لا خليها خليها. انجي كارميان كتب عني ديري غادو ديري غادو. شوف شوف يا سيدي، اللي حاصل ان الانسان بيسعد باللي بيكتب عنه سواء خبر او دراسه، لكن ايهما الاكثر حضورا؟ الدراسات النقديه ولا الاخبار والحاجات الجميله؟ يعني انه عمل معرض وانه كذا وحضر فلان وحضر علان، يعني انهون اللي بيدهش الفنان اكثر وبيسعده اكثر؟ هو بيسعدني اكثر، معرفش الفنانين اكثر، النقد عن الفن اللي انا بشتغل فيه. يعني انا لما اشوف النقد بفرح ان في ناس يا كويس يا وحش يا متوسط. يعني لما ينقد واحد يقول لي ده عمل كويس ده عمل وحش بيفرحني، اشوف ليه وحش ليه وده كويس ليه كويس، فانا بستفاد من النقد. غير لما واحد يقول زي خبر كده في معرض اتعمل وهكذا. جميل. طيب سؤال تاني انساني خالص، يعني مجتمعي، يعني الحضور الجاليه، يعني يمكن احس ده حد يكون مغترب، يعني مثلا زي العرب اللي هم هاجروا لايطاليا او امريكا او كذا. الشعور ليك انت ابن مواليد الاسكندريه وتنتمي الى العلمية، هل لابد ان يكون في جاليه وحضور اسري وكذا؟ هل ده شعور بالغربه داخل الوطن؟ امي اتولدوا هنا في اسكندريه وعاشوا هنا وتوفوا هنا. احنا اخذنا كتير قوي من المصريين، يعني انا حسيت انه اسكندراني وارمني، يعني ما اقدرش يعني انا ما اقدرش اقول ارمني 100%، لا انا مصري واسكندراني. يعني اخذت حاجات كتير، مثلا الاكلات المصريه القلقاس والملوخيه، الحاجات دول ما فيش ارمينيا، احنا اخذنا من مصريين. اسلوب التعامل بين الناس، المصريين عندهم ميزه اسلوب التعامل بتاعهم، لغه النكته تريقه ايوه خفيفه يعني، فاحنا اخذنا من المصريين. يعني انت بتعرف تنكت كويس يعني انا مش بعرفش انكت كويس، بس صاحبي يعرف. طيب التريقه والغزل، تقدر تغزل البنت بملايه كده الحلوه؟ لا بس ده بعتبر انا عيب يعني، كبرت خلاص. وانت صغير تبص عليها وحاجات كده يعني. طبعا جميل. يعني بنت ماشيه كويسه انت شفتها من ظهر تستعجل شويه، تبص تلف كده تشوف وشها، لكن ما تقولش بس لا ما تقولش لا حاجات كده. طيب يا سيدي، الاسكندريه سنه 70 او خلينا نقول مرحله المراهقة